شيع الآلاف من العراقيين جثمان المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة. هذا وانطلق موكب تشييع جثمان آية الله السيد محمد سعيد الحكيم من حسينية النجف الأشرف تجاه مراقد الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام. هذا وشارك عدد كبير من المشيعين من شتى المحافظات العراقية في تشييع جثمان المرجع الكبير، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من ممثلي المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر والحوزات الدينية وسط استنفار أمني كبير. المرجع الكبير السيد الحكيم كان له دور عظيم في ترشيد الأمة وفي انتصاراتها الكبيرة. العزاء كبير والألم كبير حقيقة برحيل هذا المرجع العظيم المجاهد الكبير الذي دافع دائما عن الشعب العراقي وعن المظلومين ولنصرة الدين والمذهب. الحمد لله على كل حال، الخير فيما وقع ولا مرد لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على تعلق الأمة بالمراجع العظام وبالمرجعية، هذا دليل دائم وثابت ومستمر مهما كانت الظروف. نعزي وجميع علماء الإسلام وخاصة المراجع العظام وبالخصوص مرجعية النجف الأشرف بفقدنا لهذا العالم الجليل الرباني السيد محمد سعيد الحكيم. في الحقيقة في حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: الناس ثلاثة، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل نجاة، وإما همج الرعاع ينعقون مع كل ناعق. الذي نقف الآن لتوديعه وإلحاقه بالرفيق الأعلى هو واحد من العلماء الربانيين الذين وصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعزي صاحب العصر والزمان ونعزي مراجعنا العظام وعلى رسم السيد المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السستاني وجميع المراجع العظام في هذا المصاب الجلل الذي أصاب المرجعية في بوفاة بنبأ وفاة السيد العلامة محمد سعيد الحكيم. نسأل من الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعلنا من المتمسكين بنهجه ومن السائرين على نهجه ونهج جميع العلماء في المرجعية في النجف الأشرف.